لحظة تذكر لشو قلنا من شوي، البلوكشين قادة بيانات. وقلنا كمان شغلة أنه البلوكشين منها وجودة عند شخص واحد، يعني هي منها مركزية مثل البنك، معلوماته بس عند أصحاب البنك، مثل الفيسبوك معلوماتنا بس عند شركة الفيسبوك. هون المعلومات عند أي شخص بده إياه. أنا كأي شخص عادة عندي كمبيوتر مقبول شوي أو منيح عنده إنترنت، فيني أعمل نود. نود إيش يعني؟ بحفظ نسخة من البلوكشين عنده. هون لنقول أنا قررت أعمل نسخة بلوكشين عنده، فبحمل كل معلومات البلوكشين أنا. ب عنده كمان نفس الشيء. س عنده كمان نفس الشيء. د عنده نفس الشيء. كلياتنا بنفس الوقت بنحمل نفس البلوكشين، وكلياتنا عنا نفس المعلومات 100% وأكيدة. تمام؟ فهون حفظنا نحن عندهم كلياتهم البلوكشين. طيب فكروا شوي، كلياتنا بنعرف أن الكمبيوتر عبارة عن CPU وهارد ديسك، صح؟ هارد ديسك محفظ المعلومات، CPU بيعالج المعلومات. طيب طالما النود هي اللي بتعالج المعلومات، مين اللي بيعمل البروسيسنج؟ لا أحمد اشترى، أحمد بيع، أحمد استلم، أحمد سلم. هون بالبلوكشين مثلا يلي هي Proof of Work، اللي بيعمل هالعملية هو مين؟ هو الماينر. الماينر يا سيدنا الإكرام هو عبارة عن شخص بيروح بيجيب لك كمبيوتر قوى، كمبيوتر خارق، بيقول يا معلم شو أنا بدي استعمل كمبيوتر واستعمله طاقته كلياتها كرمال شو أعمل بروسيسنج للموضوع. هلا البلوكشين باختلاف تكنولوجي تياتي، مثلا البيتكوين أنت بتقدر تعمل مسألة حسابية منشان تطلع الهاش تبعت البلوك اللي أنت فيه. مثلا الإثيريوم أنت شو بتعمل؟ الإثيريوم أنت بتعمل بروسيسنج لكل شيء، في أنت عندك عمليات سمارت كونتراكت عم تصير، لأنه الإثيريوم قلبه شيء سمارت كونتراكت، هنشرحه ولا تخوف. أوكي؟ هون البروسيسنج لشيء وهون البروسيسنج لشيء، بس بالتنتين أنا عندي بروسيسنج. هل بروسيسنج وهي الطاقة اللي عم تستهلك هول الأشخاص بنسميهم نحنا ماينر. أوكي؟ طيب هول الماينر أكيد ما هيشتروا كمبيوترات ببلاوة ويعملوا كل هالشغلات لوجه الله، من هي هني منهم خلفينا صراحة يعني، ومصروف الكهرباء ما شاء الله بيولع. أصغر مكنة مايننج بتكلفك بالآلاف الدولارات وبدك كهرباء أسا أكتر. طيب ليش بيعملوا هيك؟ أنا هقلكن ليش. تذكروا أنا قلتلكم أن البيتكوين بتعيش على البلوكشين. طيب البيتكوين كيف تنعمل؟ البيتكوين يا سيدنا الإكرام تنعمل كل ما نعملت بلوك. وقت انا بعمل بلوك، هالبلوك بترمي معه حبه لنقول بيتكوين او حبتين على حسب شو بيكون المبرمج طالب. اوكي؟ طيب خلصت هالبلوك، رمت هالبيتكوين لمين بترميه؟ الرمي بيكون للشخص اللي حل البلوك. هالبلوك اكيد عندها مساله حسابيه، كل العالم بتحاول شو تحله، بس دوما شخص واحد هو يلي بياخذ الجائزه. ان كنتوا مليار شخص وواحد عنده اضعف كمبيوتر فيكم، صدفة انه هو يحله، هو اللي بياخد كل شيء. هلا هني بعدين العالم صارت تعمل شيء اسمه بول، انه انت بتشترك بهالبول بتجمعوا طاقتكم ببعض وبتحلوا المساله مع بعض وبتقسموا الجائزه. بس باللوجيك والتكنولوجي تبعت البيتكوين بحد نفسه، الجائزه بس للشخص يلي حل المساله. اوكي تمام لحد هون، خلينا نكمل. طيب هلا انت قلت لنا شو؟ انت قلت لنا انه في عنا شخص في بيعمل بروسيسنج وبيعمل البلوك، وكل شوي بتنعمل البلوك وبدك مسألة قوي لتعمل مسألة حسابية. طيب وقف شوي، انت ما قلت لي من شوي انه البلوكشين مربوطة بشي اسمه هاش من الاول للاخير، سوري من الاخير للاول، لانه نحن بنمسك اخر واحدة وبنمشي فيها للاولى. طيب ليش ما في واحد يشتري كمبيوتر كبير ويعمل بروسيسنج كتير وروح يزور البلوكشين بشي محل ويرجع يعيدها من الصفر، وبالنهاية ستورج هينا بيشتري قد ما بده كمبيوترات او هارديت ديسك بيقسمهم وبيعمل نودات قد ما بده وبيضحك انه البلوكشين وبيزوره. انا هقلك لا ما بتزبط. ليش؟ البلوك، كل بلوك تتميز بشغلتين سيبتين، وقته مسيحته. تمام؟ كيف يعني وقته ومسيحته؟ هذا البلوك لنقول بتسيع 1 ميجا بايت، ما بتسيع اكتر. هذا بلوك مدتها 10 دقايق، ما هتكون اقل مش راح تكون اكتر.
اوكي ممكن تنكتب فيها معلومات اقل، بس مش ممكن تنكتب فيها معلومات اكتر. بس وقت ثابت يعني، لو بتجيب كل كمبيوترات العالم حل المساله بتاعتها هتاخد 10 دقايق، ولو بتجيب الي حاسبي اذا بدك بتوصلها بالانترنت وبتخليها تعمل مساله الحسابيه رح تحلها خلال 10 دقايق. تمام، كيف يعني البلوكشين طريقه الحل فيها؟ في شيء اسمه ديفيكولت، هاد ديفيكولت لحل المساله بتتغير كل ما زادت القوه. كيف يعني؟ اول ما بلشنا البلوكشين بالبيتكوين مثلا كانت القوه داتا كلها بتطلع ميجا هاش واحد او 2 ميجا هاش. هلا جي بي يو الواحد 3090 مثلا قوته شي 120-130 ميجا هاش. وانت متخيل الماينر بيكون عنده كم جي بي يو؟ اذا انت عم تحكي بماينر ضخم بيكون عنده 100,000 او 200,000 جي بي يو. تخيلت القوي قديم والقوي هلا. وقتها كانت لنقول البلوك بتاخد 10 دقيقه كامله، انا مش عم اقول الوقت الدقيق، عم بعطي امثله، كانت تاخد دقيقه كامله، وهلا استا بتاخد دقيقه كامله، ما تغير شيء. اوكي، هيدي كانت الفكره هون. فقد ما يجيب كمبيوترات، قد ما يجيب نودات للعمل، اذا بده يرجع يزور منطقه بالبلوكشين ويعيد البلوكشين القديمه كلياتها ويوصلها ببعضها، رح تاخد معه قد عمر البلوكشين من وقتها بلشت. البيتكوين مثلا صار له 10 سنين، هتاخد معه 10 سنين ليعيد القديم، وبده يرجع يلحقنا 10 سنين بيتم متاخر عنا 10 سنين دائما. تمام، هيدي كانت بروف اوف ورك. بروف اوف ستاك قالوا معلم ليش هيدا كله؟ ليش هالكمبيوترات كلياتها وكل هالطاقه عم تنكب بالهواء؟ اكيد بالنهايه كل هالكمبيوترات يلي بتعمل مايننج للبيتكوين هذه ما بس فيها تعمل مايننج ما فيها بس تعمل بروسيسنج للعمليات تبعت انا اشتريته وانا اخذته وانا عملت، هي بتعمل عمليات حسابيه اكثر ما بتتخيله او بتحلمه بقوته. طيب ليش كل هالتبذير؟ ليش كل هالترويح الكهربي؟ ليش كل هالترويح الاغراض؟ انا فيني استعمله بمحل احسن اكيد يعني. قالوا هدول طبعا البروف أستاك طبعا، قالوا لك يا معلم اي نود اي كمبيوتر يكون قوي شوي عنده القدره يعمل بروسيسنج لهذا الموضوع، ليش ما بخليه أنا يعمل هو البروسيسنج؟ قالوا تمام نخليه هو بيعمل بروسيسنج كلياته، بس السؤال ليش أنا هنقي هذا ما هنقي هذا؟ قالوا وقفه اسمه بروف أوف ستاك. قالوا أنا يا سيدنا الإكرام بعمل هيك، أول شي بنمحي صور فيديو بالبين، بعمل نود 2-3-4-5 لنقول هذا بقلبه 10 حبات، وهي بقلبه حبة، هي بقلبه حبتين، هي بقلبها 3 حبات، وهي بقلبها 4 حبات، نحن بالمجموع 20 حبة. تمام، احتمالية انه هيدي النود هي اللي تعمل البلوك الجديدة هي 10/20. احتمالية انه هيدي النود هي اللي تعمل البلوك الجديدة هي 1/20، هيدي 2/20، 3/20، 4/20. ليش قلت انا 20؟ لانه مجموع العمليات هون 20 اللي ما عملها ستاك. اوكي، هذا الشيء شو بيعمل؟ بحفز العالم لشغله، العالم كلها بتصير بدها تحط مصرياتها. طبعا انا هون وقت عم اقول 10 عملات يعني 10 عملات من العمله تبعت البلوكشين، بيتكوين على البلوكشين تبعت البيتكوين، ايثيريوم على البلوكشين تبعت الايثيريوم، بوليجون على البلوكشين تبعت ميتك، سوري بالعكس ميتك على البلوكشين تبعت بوليجون. عرفت الفكره كيف؟ هون بهيدي الحالة صرت العالم شو تخفف استعمال. اوكي انا بعمل كمبيوتر واحد يتحمل قوة بيساعد البلوكشين مساحة وعنده قدرة يعمل بروسيسنج للموضوع، هو اللي يطلع البلوك، وبنفس الوقت شو بوفر كهربة وبوفر صرف وبجمع العالم ببعضه بهذا الموضوع. وطبعا ما اكيد ما حدا فيها يغير شي بالبلوكشين لنفس التكنولوجيا، بدك في عندك نسخ كتير من البلوكشين، بدك تحوي اكتر من نص النسخ لتقدر تزور، وبدك ترجع تعيد من الاول لانه البلوك هتاخد وقته لتقدر تزور، فانك تخترق او تزور هو شيء مستحيل.